مؤتمر يهدف إلى تطوير استراتيجيات علاجية جديدة تسهم في تعزيز فرص الشفاء وتحسين جودة الرعاية الصحية لمرضى السرطان في المنطقة والعالم. المؤتمر السنوي الخامس لجمعية الإمارات للأورام في يومه الأول كشف عن تقنيات جديدة مستخدمة لجراحات سرطان الجهاز الهضمي مثل التبخير الكيميائي وزراعة مضخة سرطان الكبد والقولون، يعتبر من أحدث طرق علاجات سرطانات الجهاز الهضمي. دولة الإمارات تتميز في مجال استضافة المؤتمرات الطبية وعلى رأسها ما يتعلق بعلاج الأورام السرطانية. يعرض المؤتمر أحدث التطورات في التعامل مع أنواع السرطانات. فخورين بالإعلان عن أول تقنية في الشرق الأوسط ستتم تقديمها بإذن الله في دولة الإمارات، وهي تقنية خاصة بزرع مضخة خاصة لمرضى سرطان القولون وأيضا سرطانات الكبد، وهذا الطريقة بإذن الله تقلل من خطر رجوع السرطان في المستقبل. تستعرض جلسات المؤتمر جراحة السرطان عن طريق الروبوت وأحدث العلاجات الذكية والمناعية لأنواع السرطانات المختلفة، يحدث توسيع نطاق هذه الدراسات تغييراً جوهرياً في السياسات الصحية المتعلقة بالكشف المبكر عن السرطان والعلاج الموجه، مما يؤكد مواكبة الإمارات لأحدث نهج متبع عالمياً. واستعرض المؤتمر استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الجينية للمرضى، وهي تقنية حديثة تساهم بشكل كبير في تقديم علاجات مخصصة لكل مريض بناء على خصائصه الوراثية والجينية.